انا هقول لحضرتك كده الاعراض بتدرجها مع اي نزله انفلونزا او برد ممكن تبقى ازاي، وتقول لي لانه احنا كمواطنين مطالبين بالوعي، بالظبط لانه الوعي هيقلل مش بس انتشار العدوى، هيقلل الضغط على قطاع عظيم وتحت ضغط كبير زي القطاع الطبي. بالظبط. لو واحد ابتدى عنده احتقان في الزور بس هيروح المستشفى ولا لا؟ لا. لو واحد بقى عنده احتقان في الزور ونص درجة زيادة برضو ما يروحش. لو واحد بقى عنده احتقان في الزور وارتفاع طفيف في درجة الحرارة وشوية كحة برضو لسه. في خط أحمر اللي هو ضيق التنفس. عندي ضيق التنفس لأن ضيق التنفس بيتطور بشكل سريع شوية. فمع ضيق التنفس مش مسألة زكام يعني، لا ضيق تنفس يحسه في صدره يعني مش قادر، ضروري يروح المستشفى. يعني ما قبل ذلك حضرتك شايف انه الانتظار اوفق؟ وممكن يعدي على الطبيب في اي عيادات يبص عليه بصه يعني. انما مش يعني م- م- مش لا كورونا مش اول خاطر له هو الكورونا. لا هو حاله الهلع اللي احنا فيه دلوقتي هم بيفكروا كده، بس اروح لطبيب للمستشفى امتى؟ اول ما يبتدي في عندي ضيق تنفس واضح. ضيق تنفس واضح. انا ليه بسال السؤال ده؟ وليسامحني من يتابعني. أيه. انه احنا ده فصل الربيع او تغيير الفصول من الشتاء للربيع، وده الموسم المثالي بالنسبه للمصريين ان هم يجي لهم احتقار في الزور ويجي لهم برد. يعني احنا من غير كورونا ده اصلا ده وقت العيا العادي يعني. ده الوقت اللي كلنا فيه بنبقى عيانين. ايه انت جالك الدور، وبالتالي احنا في عندنا حاله هلع في كل البيوت. أكيد. كل الناس حاسه ان عندها كورونا. بالظبط. انا مش بهزر، كل بيت من البيوت اللي بتتابعنا دلوقتي على الاقل مره او مرتين الاسبوع اللي فات ده حس انه في فرد من الاسره عنده كورونا. بس في مكسب كبير كسبناه يعني، الكالتشر اتغيرت، الثقافه يعني. احنا كنا زمان عشان نلاقي حد عنده برد ولابس ماسك الناس مستغرباه، هو عامل ليه كده؟ لا دلوقتي انا داخل، وانا داخل عندك الاستوديو انا حاسس ان داخل اعمل عمليه، كله لابس جلافز وماسكات وريحه الكحول في كل حته. فانا اتخضيت بصراحه. اتخضيت بس اتضايقت. ها؟ اتخضيت بس اتضايقت؟ لا بالعكس، انا مبسوط من الثقافه الجديده دي. النظافه، وما تلاقيش حد دلوقتي كله ماشي بكحول في ايده، يطهرها باستمرار، غسيل المياه والصابون في البيت، البعد عن التجمعات، يعني حاجه جميله فعلا. الى اي مدى دكتور محمد احمد علي متفائل انه العالم وبالتاكيد بلدنا ممكن تتجاوز الازمه دي، او انت شايف ان هو ظرف طارئ هنعيش فيه كتير؟ لا كتير، لا مفيش وباء فضل كتير كده يعني. لو هنسترجع الاوبئه اللي ظهرت يعني، اهمها H1N1 انفلونزا الخنازير اللي كان بيطلق عليه كده. منظمه الصحه العالميه رفعت درجه الخطوره للدرجه السادسه، اخر درجه يعني، العالم كله لازم يقف، ومع ذلك عدى. كان عامل مشكله كبيره، ومع ان ده اللقاح سهل يتعمل في ساعتها. وعدى ومفيش مشكله، وده هيعدي برضه. هيعدي، بس لازم نفهم ان الانسان هو الوحيد اللي بينقل الفيروس. لازم نكسر المتتاليه العدديه دي. بني ادم كل ما يحد من التلوث، كل ما يتبع اداب السعال والحاجات دي، كل ما الموضوع يخلص اسرع بنقلل الخطر ان شاء الله. دكتور محمد احمد علي، اولا انا بشكرك شكر جزيل، الشكر الاعتيادي والشكر الفوق الاعتيادي. هو دكتور محمد جاي من المركز القومي للبحوث وعائد الى عمله. ده مبرر ان انا مش لابس بدله يعني؟ لا لا خالص، بالعكس، العفو. لا العفو بالعكس، مبرر ليا يعني. لا لا، ده انا كل امتنان انه القطاعات اللي شايفه انه هي ضروره تواجدها هي بتبدي الواجب على الانانيه الشخصيه حتى يعني. بالزبط. كل واحد نزل شغله لأنه مضطر ينزل شغله له كل التحية والاحترام. بشكرك شكر جزيل دكتور محمد أحمد علي، لكل الباحثين والعلماء وكل من يساهم في حل هذه المشكلة. شكرا جزيلا.